الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح العقيدة من كتاب تهذيب أعلام السنة المنشورة، ونبدأ من صفحة 8. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم من جحد واحدا من هذه الأركان التي ما هي الأركان؟ أركان الإسلام الخمسة التي تقدم ذكرها. نعم. من جحد فرضية أحد أركان الإسلام فهو كافر، وكذا من أقر به واستكبر عنه فهو كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. عندما نقول من جحد فرضية أحد أركان الإسلام حتى لو عمل به، يعني لو صلى وهو يقول الصلاة ليست واجبة، ليست فرضا، فإنه يكفر، وكفره كفر كبير، كفر جحود، ككفر فرعون وإبليس حتى لو عمل به. نعم. حكم من أقر بها ثم تركها لتكاسل أو تأويل. من أقر بفرضية أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم ترك العمل به لتكاسل أو تأويل فقد أتى منكرا عظيما، لذا يجب على الحاكم أن يقيم عليه شرع الله تعالى. لاحظ أنه قال الترك هنا لتكاسل أو تأويل، انتبه لكلمة تأويل، يعني يكون متأولا، يعني يكون عنده حجة ولو كانت حجة باطلة، لكن هو يرى أنها حجة. فهنا الدور يأتي هنا دور بالنسبة لعموم الناس المناصحة والدعوة إلى الله عز وجل، ثم الحاكم له دور، الحاكم المسلم، فعليه أن يقيم شرع الله. ما هو شرع الله؟ سيذكر المؤلف شيء من ذلك، لكن أهم شيء أنه يدعوه ويناصحه، ثم إن لم يستجب يستتيبه كما سيأتي. نعم. أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها تكاسلا أو تأويلا فإنه يجب على الحاكم أن يأخذه ويطلب منه التوبة من تركها، فإن تاب أطلقه، وإن أصر على تركها فحكمه في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يكفر بمجرد تركها. لا يكفر. نعم. لا يكفر بمجرد تركها. نعم. وهل يقتله الحاكم بإصراره على ترك الصلاة؟ مذهب جمهور العلماء على أن الحاكم يقتله حدا لا كفرا، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم وغيرها من الأدلة. يعني هناك أدلة أخرى كثيرة دلت على أن من ترك الصلاة يقتل، من ترك الصلاة أو حتى الزكاة أنه يقتله الحاكم، يقتله الحاكم. وكذا وجمهور العلماء على أن قتله هنا ليس بسبب الكفر، بل هو حد، هذا هو الحد، يعني يقيم عليه حدود الله عز وجل. والذي حصل مع الصحابة رضي الله عنهم هو أنه بعض العرب أقروا بالتوحيد وأقاموا الصلاة، ولكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وتابعه الصحابة على ذلك، وخرج الجيش الإسلامي فقاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، لأن من منعها وأعلن العصيان والمنع فيقاتله الحاكم عند جمهور العلماء حدا لا كفرا، لا كفرا، لأنه يقر بفرضيتها ومع ذلك يتركها. فالمقصود هو في موضوع الصلاة خاصة، هناك قول قوي أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر،
ومن من من يعني ممن يرجح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكرت عندكم في الحاشية هنا أن له كتاب اسمه الصلاة وأحكام تاركها، وأنه ذكر أكثر من 100 دليل حول هذا الموضوع يعني، وقد ذكر يعني كلمة مختصرة حقيقة من الكلمات اليسيرة المختصرة التي تبين يعني كيف يعني نحكم على تارك الصلاة بالكفر، يعني ما هي الفكرة التي جاءت حول هذا الأمر. فقال رحمه الله: على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، يعني أن من قيل له، من قال أنا لن أصلي، أنا أعرف أن الصلاة فرض، فهو لا يجحد فرضيتها حتى نلحقه بالقسم الأول، ولكني لن أصلي، أنا الصلاة متعبة وكل يوم خمس، أنا لن أصلي. فيقول ابن القيم، يقول: إذا قلت إن الصلاة ذكرت في القرآن عشرات المرات وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من أركان الإسلام ودليلا على الإيمان، ثم تذكر له كل هذا، مع ذلك يقول لن أصلي. ثم الحاكم يقول: تعال، إذا لم تصلي سنعطيك فرصة 3 أيام، إذا لم تصلي سنقتلك. فيقول لن أصلي. ثم الحاكم يأمر بالحكم عليه بالقتل، ثم يقول لن أصلي. يعني هل في قلب هذا ذرة إيمان بحيث أنه يمتنع من أداء الصلاة مع هذه الحيثيات؟ فيقول الشخص إذا عمل معه هذا فلا يمكن أن يكون في قلبه، حتى لو أقر، قال لك أنا أقر بفرضيته، أنا ليس صحيح، هذا الرجل لا يعتقد أن للصلاة قيمة ومنزلة، لأنه لو اعتقد ذلك لأدى الصلاة على الأقل أمام الناس أو بعض المرات. فلذلك بالنسبة لهذه المسألة المهمة، مسألة ترك الصلاة، لأن كثير من المسلمين المقرين بالتوحيد يوجد فيهم من يترك الصلاة، أو من يتركها أحيانا ويصلي أحيانا، أو من يصلي الجمعة ويترك ما سواها من الصلاة. فهذا في باب النصيحة والوعظ ممكن يبين له قول من يكفره من العلماء، وأن هذا الأمر عظيم وشديد، وأنك بهذا قد تخرج من الإسلام. ولكن الخلاف هنا في أشياء تطبق في الحكم عليه في الدنيا، يعني الآن، يعني إذا هذا الإنسان ما صلى، نحن نعرف أنه ما صلى، ما يصلي، يتركها تهاونا وكسلا، هل يطبق عليه أحكام الكفار؟ هذا سؤال مهم. فهنا جمهور أهل العلم أنه لا يطبق عليه أحكام الكفار، لأنه هذا يقر بالشهادتين ويقر بفرضية الصلاة ولكنه لا يصلي، فكفره العملي هذا لا يجعله تطبق عليه أحكام الكفار. هذا ما يعني جعلني أتكلم عن هذه المسألة ويعني أطيل فيها وأذكر كلام ابن القيم وغيره، أن تنتبهون إلى هذه المسألة، يعني خاصة الآن يعني في زماننا هذا فيه غلو، يعني ينتشر الغلو، فمع انتشار الغلو يسارع الغلاة بالبحث عما يؤيد غلوهم والحكم على الناس بالكفر والمسارعة إلى تصفيتهم وقتلهم، أليس كذلك؟ فلذلك هنا لما تقول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وذكرت لك هنا في الحاشية المصادر التي ذكرت هذا، ابن قدامة المقدسي ذكر أن عدم كفر تارك الصلاة هو مذهب الحنابلة، ثم قال: وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. انظر كتاب المغني، معناه أن الأئمة الأربعة على كفره ولا عدم كفره؟ عدم كفره. وهذا كله مثل ما قلنا قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، فإن وصل إلى الحاكم فالحاكم يعامله، الحاكم المسلم اللي هو القاضي ومن عنده علم يعامله بحكم الشرع. فلو رأى الحاكم المسلم قال: أنا أرجح أن تارك الصلاة كافر وعندي الأدلة التالية 1-2، ثم حكم بكفره وقتله على أنه كافر،
فحكم الحاكم يرفع خلاف العلماء، هذه قاعدة فقهية، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني يكون ما رآه الحاكم وحكم به بناء على الأدلة التي يرجحها يكون ما سار عليه هو الذي يعني هو الذي يحكم به وينتهي الأمر، يحسم الخلاف في هذا الأمر. لكن نحن نقول هذه المسألة لأنه يوجد، وأحيانا يعني تسمع الشباب ويسألون عن أقاربهم كثيرا، هذا يسألون العلماء والمشايخ والدعاة ماذا أتصرف معه، هل أفعل هل أترك، تشعر بهذا الأمر. فنحن نقول لا، هذا الأئمة الأربعة لا يرون أنه كافر، وإن كان يرون أنه على خطر عظيم، لكن مسألة الكفر شيء عظيم، أن تخرج شخصا من الإسلام وتجعله من المخلدين في النار، هذا يحتاج إلى دليل صريح واضح، ثم أيضا تطبيقه على هذا الإنسان بعينه هذا أيضا يحتاج إلى ضوابط، ليست هكذا على طرق، يمكن يكون عنده شبهة، يمكن يكون والخطأ بالشبهة والتأويل هذا وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك بمن بعدهم. فعمر رضي الله عنه مثلا عفى عن أحد الصحابة البدريين لما شرب الخمر متأولا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهو تأول وشرب الخمر، فلما سأل عمر قال: هذه الآية، أنا أحتج بهذه الآية. هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاة أبي بكر وتولي عمر، فعمر رضي الله عنه بيّن له أن هذه الآية منسوخة وخطأ، وهذه في البدريين الذين شربوا الخمر وقتلوا في سبيل الله قبل أن تحرم الخمر. فرجع الرجل وتاب وقبل منه عمر رضي الله عنه. فالإنسان عندما يقع في الخطأ أول ما يبادر إليه النصيحة ويبين له الحق قبل أن يحكم عليه، وقبل، بخلاف حال الآن كثير من الشباب وكثير من الناس تجدهم يسارعون بإطلاق الأحكام بالفسق والبدعة وغيرها قبل أن يناصح، كأن الإنسان يعني كأنه يفرح بخطأ إخوانه المسلمين. وتجد أحيانا بعض الشباب هداهم الله وخاصة من الشباب يعني يكون حنقه وغضبه ومخالفته لمن معه على نفس الخط من الدعاة أكثر من المخالفين له على طول الخط مثل العلمانيين والمنافقين، وتجد هؤلاء سالمين من شره ومن تحذيره ومن كلامه، بينما تجد شخص آخر داعية أو إمام مسجد أو عالم من العلماء وكذا، لكن وعنده نسبة صواب 99%، حتى عنده عند هذا الشاب الذي هو غاضب عليه يرى أن 99% من كلامه صواب، لكن لماذا يخطئ في هذه المسألة أو هاتين المسألتين؟ إذن يريد أن يعني يصادر كل ما عنده من الحق ويبعده عن كذا ويحذر منه، فهذا من عمل الشيطان وتلاعبه بالناس، وهو ما تنبأ به عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، يحرش بين الناس وبين الدعاة. فالواجب على من سمع عن أخيه خطأ أيا كان، خطأ سلوكي، معصية، خطأ علمي فيما يراه، أول شيء أن يذهب ويناصحه، فإن لم يستطع فلا يجوز له أن يتكلم به قبل أن يبلغه الحجة والمناصحة، ولا يقول الناس نصحوه غيري ولكنه لا يستجيب، كيف عرفت أنه ما يستجيب؟ ثم إذا فرضنا أن كلامك هو الحق وكلامه هو الباطل وأنك بلغته ولم يستجب منك، إذا كان له أدلة فلا يجوز أن تتكلم به، فأنت مجتهد وهو مجتهد، فلا يكون كلامك حجة عليه. فإذا قلنا أن كلامك أنت حجة عليه فهو كلامه حجة عليك، لأنه هو له أدلة وهو مثلك، فهل أنت تتميز عليه بأن يعني أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام حقا على غيرك من الناس؟ لا. فهذا من أكبر سبل الشيطان ووسوسته وتلبيسه على طلاب العلم وعلى الدعاة وعلى الشباب حتى يصرفهم عن الخير والطاعة. ولو أن طالب العلم
انشغل بما ينفعه من العلم والقراءة والعبادة والعمل في لنصرة الإسلام، وترك عنه الكلام في الناس وفي الدعاة، وترك عنه الانشغال بالاختلاف، لا وفق توفيقا كثيرا. وخلال يعني عمري القصير، لكني عاشرت طلاب علم من طلبوا العلم قبلي ومعي وبعدي، فرأيت بالتجربة والواقع أن الذي ينشغل بالبحث عن الخلاف والكلام في الدعاة وكذا أنه يحرم الخير، لا يواصل هذا. تجد بعد عدة سنوات تقول وش وصلت وش كذا، يقول لك لا والله أنا الآن مشغول وعندي كذا وعندي مشروع. تجد أنه انشغل بتجارة أو بلهو وسياحة أو بأي شيء آخر، حرم بسبب سوء فعله. فأفضل نصيحة ينصح بها خاصة المبتدئ الذي ما زال له 3، 4، 5 سنوات في الدعوة وفي العلم، أن يقال عليك بخاصة نفسك الآن. أنت الآن ما زلت غضا طريا وفي أول الطريق، فاحرص على أنك تطلب العلم وتمسك لسانك عن وتكف لسانك وتحفظ قلبك عن أن تبغض إخوانك المسلمين أو تتكلم فيه، واحرص على ما ينفعك. ووقتك قصير، فتحتاج أن تشغله بالعلم وبالعبادات وفيما ينفعك في الدنيا والآخرة وبصلة الأرحام وبر والديك، فالوقت ضيق جدا عليك، فكيف تنشغل بالكلام بفلان وفلان؟ نعم. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. إذن هذا النوع الأول من مانع الزكاة، شخص من الناس قال ما لن أدفع الزكاة، فماذا يفعل به الحاكم أو القاضي؟ يقول لك يأخذها منه قهرا، لأنه شخص واحد أو شخصين ليس لهم شوكة، وأيضا ينكل به، إما بأن يأخذ من ماله زيادة، يعني زكاته مثلا 10,000 يقول نأخذ منك 20,000. لماذا؟ لأنك احتوجتنا إلى أن نتابعك ونلاحقك، فيؤدبه بذلك. ودليلهم هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها يعني الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله. وهذا دليل لمن يستدل بالعقوبات المالية يعني بالغرامة على الأخطاء والمعاصي، وهذا أحد أدلتهم، يعني أنه عاقبه بأخذ زيادة على قدر الواجب عقوبة له. النوع الثاني إذا كانوا جماعة ولهم شوكة، يعني أهل بلد اتفقوا على أن لا يؤدوا الزكاة وجهزوا جيش، مثل ما فعل بعض القبائل العربية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فماذا ما هو حكمه؟ نعم. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة ورضي الله عنهم أجمعين. أما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. أما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. نعم. ما ذكرته قبل قليل أريد بس أعقب عليه، يعني جرت يعني العادة في التاريخ الإسلامي أنه إذا انتشر الغلو في وقت فلا شك أنه ستكون له هجمة يعني مضادة ضده، ثم للأسف أنه بعد ذلك ينتشر فكر مضاد للغلو وهو الإرجاء، كما حصل في العصر الأول عندما قويت شوكة الخوارج انتشر الغلو، ثم بعد ذلك انتشر الإرجاء وظهرت الفرق المخالفة كما سيأتينا. والإرجاء
هو معناه يعني حتى اللغوي هو المعناه الاصطلاحي هو التأخير الإرجاء، وفي الاصطلاح هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فيقال الإيمان شيء والعمل شيء آخر. لماذا؟ حتى يقال إن هذا المؤمن مهما عمل من الأخطاء والمعاصي فعمله مستقل عن إيمانه، إيمانه كامل والخطأ والأخطاء مستقلة يعني. ثم أيضا عمله من الفرائض أيضا يقول لا يؤثر، فإيمانه واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا فكر الإرجاء الخاطئ، هذا موجود، ونسأل الله عز وجل أن لا ينتشر يعني، وأن ينتشر الحق والسنة والوسطية، اللهم آمين. فلذلك بس نسأل الله أن يخيب ظني ولا يقع هذا، لكن قد يقع يعني. وإذا أنعم الله على الفرد والمجتمع فهداهم للإسلام والتمسك بتعاليمه السمحة، فإنهم ينالون فوائد عظيمة، منها أنه من مات موحدا فإن الله تعالى ضمن له دخول الجنة برحمته وفضله. يعني دخول الجنة. نعم. دخول الجنة. نعم، يعني أن مآل الموحدين هو الجنة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا أن مآله برحمة الله عز وجل وفضله إلى الجنة، ولو عذب قبل ذلك، يعني لو دخل النار قبل ذلك. هذا عقيدة الوسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف الغلاة من الخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون أنه لا يكفي التوحيد، لا يكفي التوحيد، فعندهم أنه يجب مع التوحيد أن يقوم أن يمتنع ولا يفعل الكبائر، فإن فعل الكبائر فهو خالد مخلد في النار عند الخوارج، وفي منزلة بين المنزلتين، يعني ليس في الجنة ولا في النار عند المعتزلة. وأما أهل السنة فإنهم يقطعون بناء على الأحاديث والآيات الصحيحة أن من مات على التوحيد أن مآله بإذن الله ورحمته إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. نعم. ومنها أن المسلم يعيش حياة طيبة فالإيمان بالله وحده سبب لراحة القلب وطمأنينته، والعبادات كلها شرعت لتحقق مصلحة الفرد والجماعة. نعم، لاحظ هذه الفائدة يا أخوان، وأن المسلم والمؤمن يعيش حياة طيبة، يعني فالإيمان يعني بالله عز وجل وبباقي أركان الإيمان سبب لراحة القلب وطمأنينته وسعادته. قد نحن بسبب أن نشأنا على الإيمان وألفنا ذلك قد لا نشعر به، ولذلك إذا أردت أن تعرف هذه الثمرة وهذه الفائدة فاسأل الذين أسلموا يعني عن كبر، بعدما كبروا دخلوا في الإسلام يخبرونك عن هذا الأمر، ولهم مقاطع يعني، وأنا رأيت سمعت بعض المقاطع في اليوتيوب ممن أسلموا، وعندما يصفون هذه النقطة وكيف أنه قبل الإيمان قلبه فارغ ويحس بالتيهان ويشعر في كل عمل وفي كل لحظة، يعني إذا عمل للدنيا، إذا أتى أن ينام، إذا أراد أن يتزوج، كل شيء يريد أن يعمله لا يعرف لماذا سيعمله وما النتيجة وما الغاية منه، بخلاف المسلم كل ما يعمل من عمل يعلم ما مقدار الأجر الذي سيحصله وما الفائدة، فالطريق واضح ليس عنده تيهان. فهذا التيه الذي يعيش فيه غير المسلمين هو يعني نعمة لا يشعر بها من آمن بالله ونشأ على الإسلام، فعلينا أن نتأملها ونفرح بها. ومنها المصالح الدنيوية التي يحصل عليها الناس من تطبيق تعاليم الإسلام، فالمسلم مكلف بالقيام بحقوق والديه وأرحامه وزوجته وأولاده وغيرها من الحقوق، وبيان ذلك أن تعلم دين أن تعلم أن دين الإسلام ألزم والديك ألزم والديك بالقيام بحقك حتى من قبل أن تولد. نعم، يعني لاحظ هذا، يعني المصلحة، مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد من تطبيق الإسلام. يعني أنا الحمد لله أنا وأنت نشأنا مسلمين، الإسلام ألزم والديك قبل أن تولد بالقيام بحقوقك كاملة،
وإذا فرط الأب أو الأم بهذه الحقوق فإنه يأثم. فمثلا من الأشياء التي قرتها الشريعة وجاء بها النص، الحامل إذا جاء رمضان وهي حامل وكان الحمل يضر بها أو بجنينها، فما الحكم؟ تفطر وتقضي بعد ذلك عندما تلد. ثم إذا ولدت وجاء الإرضاع وأصبحت ترضع من نفسها من صدرها، فإنها إذا كان الإرضاع الصيام يؤثر بالرضاعة، يعني ينقص اللبن الخارج من ثديها لهذا الولد، فإنه لا تصوم، تؤجل الصيام إلى بعد انتهاء فترة الرضاعة. هذا الآن لحفظ حق الولد، لأن الولد المسلم كريم عند الله عز وجل، والله عز وجل يؤخر فرائضه حتى تكون سلامة هذا الولد كاملة. أليس هذه عظمة في هذا الدين؟ وكذلك المرأة إذا كان الصيام وهي حامل يضر بها، فلا شك أنها تفطر وتقضي، ولا يجب عليها حتى دفع كفارة، لا يجب عليها دفع كفارة. فهذا مثال على الحقوق التي للولد قبل. ثم إذا طبعا وكذلك يجب عليها أيضا أن تحفظ نفسها من كل ما يضر بالولد من أكل، من مأكول أو مشروب أو حركة أو عمل يحرم عليها. فلو حملت حملا ثقيلا وهي تعلم أنه يضر بالولد، فسقط الولد أو تضرر أو مرض، فعليها إثم عند الله عز وجل. فإن سقط الولد فيجب عليها أن تكفر كفارة قتل نفس، وعليها أن تدفع الدية لورثته لأنها تسببت بقتل نفس. هذا طبعا إذا كان هذا الجنين نفخ فيه الروح، فعليها أن تصوم شهرين تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، ثم عليها أن تدفع الغرة الدية، دية الجنين، وهي عشر قيمة الدية، الدية الكاملة للمسلم أو المسلمة العشر. فليس الأمر سهل. الآن غير المسلمين لا، يعني تفعل ما تشاء يعني، ولا أحد يحاسبها، وحتى القانون ما في شيء يعني حول هذا الأمر، حتى الإجهاض كثير من البلدان تسمح به. فعليه حال الإسلام يحافظ يعني على كل مخلوق في مجتمعه حتى قبل أن يولد، ثم بعد ذلك حقه في الرضاعة، وتحريم أن يضر والداه بمسألة الرضاعة. وقد جاءت آيات الرضاعة في القرآن وتكررت في عدة سور، وبينت أنه حتى بعد الطلاق فيجب على الزوج أن ينفق، على الوالد أن ينفق على الزوجة المطلقة التي طلقها الآن ما دامت أن ترضع. كل هذا حماية لحق الولد لأنه يحتاج إلى الرضاعة. ثم بيّن القرآن أن الرضاعة حولين، قال الله كاملين، حتى لا تخل بها، لا تخل بها لأنه محتاج إلى غذاء الحليب في هذه الفترة. ثم إحسان الاسم والقيام بتربيته وتعليمه الدين وتعليمه ما ينفعه، كل هذا من حقوق الطفل المسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أيضا لما يكبر يكون للوالدين حق على هذا الولد في مقابل هذه الخدمات التي قدموها، لم ينتهي. الآن أصبح لوالدي حق عظيم عند الله سبحانه وتعالى بعد حقه سبحانه، فيجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق. فأنت كونك مسلم وتربي ولدك على الإسلام، أنت أيضا تحفظ حقوقك وستستفيد من هذه الحقوق والخدمات. نعم. وبيان ذلك أن تعلم أن دين الإسلام ألزم والديك بالقيام بحقك حتى من قبل أن تولد، ثم بعد ذلك يلزم زوجتك وأولادك بمراعاة حقك، فطاعتهم لك سبب لرضا الله عنهم، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها،
كما ألزم جارك بالقيام بحق الجوار وكذلك باقي الحقوق. فأحكام الإسلام أحسن الأحكام وأعدلها للناس، وأخلاقه أجمل الأخلاق وأكملها، وهو نظام متكامل يحقق للبشرية إذا طبقته السعادة في الدنيا والآخرة. نعم، عدلوها في الدنيا والآخرة. نعم. والمتأمل في نظام الإسلام يجد حلاوة الإيمان في قلبه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، المرتبة الثانية، نعم، يعني هذه المسألة وجود حلاوة الإيمان، فكلما عرفت، كلما تعلمت وازداد علمك بالتفاصيل أحكام الدين، فإنه يزداد إيمانك ويزداد إعجابك بهذا الدين، وتعلم مقدار رحمة الله عز وجل بالبشرية أن جعل لهم هذا النظام المتكامل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فالله الذي خلق الخلق وهو يعلم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فزيادة العلم ومعرفة تفاصيل أحكام الدين هي سبب لزيادة الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. نعم، الإيمان قول وعمل، قول اللسان وكذلك قول القلب، يعني أن القلب يعتقد ويقول، وكذلك هو عمل بالقلب، فأعمال القلوب التي هي الخوف والرجاء والحب والولاء والورع إلى آخره، هذه أعمال في القلب، ومع ذلك هي من صميم الإيمان. وكذلك عمل اللسان اللي هو الذكر وتلاوة القرآن والشهادتين وغيرها، وكذلك عمل الجوارح كالسجود والصلاة والذبح و الطواف وغيرها، كل هذه أعمال الجوارح أيضا هي من الإيمان. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس فقط التصديق في القلب، وإنما هو تصديق ومعه، يعني هو معرفة وتصديق ومعه قول ومعه عمل ومعه عمل. فلذلك نصوا على هذه الكلمة الإيمان قول وعمل، حتى يردون على المرجئة الذين أشرت إليهم قبل قليل الذين يقولون لا، الإيمان هو التصديق أو المعرفة، وبعضهم يقول هو التصديق وهو القول لكن ليس العمل، العمل لا يدخل في الإيمان. نعم. والدليل على كون الإيمان قول وعمل قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله. الآية فآمنوا بالله ورسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا، في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني حتى لو كنتم مؤمنين فزيدوا في الإيمان، زيدوا في العمل، زيدوا في التأمل والتدبر حتى يزيد إيمانكم. نعم. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. متفق عليه. والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر تصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، رواه مسلم. لأنهم يكونون على حال أكمل الإيمان إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام، أو كانوا يعني داخلين في الذكر.
والدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ثم قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. نعم، لاحظ الآية جعلت الناس ثلاثة أنواع: ظالم لنفسه وهو العاصي، والمقتصد وهو المتبع الذي يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، والسابق بالخيرات هذا الذي يؤدي الفرائض ويزيد معها المندوبات والمستحبات، وكذلك يترك المحرمات والمكروهات، فهو سابق على غيره. يقول أهل العلم إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله. تعرفون معنى هذا؟ ما معنى؟ يعطيك الرجاء. أحسنت، نعم، يعني تعطيك الرجاء والبشارة بفضل الله عز وجل ورحمته. فيقول هذه الواو في قوله يدخلونها، هذه الواو دخل فيها من سبق ذكرهم، جنات عدن يدخلونها، يعني يدخلها الظالم نفسه والمقتصد والسابق الخيرات. فمن أجل ذلك أصبحت هذه الآية أرجى من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل، التي تبين فضله ورحمته عز وجل. فواو الجماعة هذه عظيمة، حتى يقولون هما هي أعظم واو، أعظم واو في القرآن. الله أكبر، فاحفظوها يعني. وفي حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. نعم، متفق عليه. لاحظ هذا الحديث الصحيح، وفي ذكر حديث الشفاعة وحديث طويل، ثم بيّن سعة رحمة الله عز وجل أن الله يأمر بأن يخرج من النار من كان في قلبه مقدار ذرة من إيمان، من كان في قلبه مقدار ذرة من إيمان، والذرة شيء لا يرى، لا يكاد يرى بالعين، فهذه من رحمة الله وفضله عز وجل. نعم. وفي رواية للبخاري أنه قال: من إيمان مكان من خير، يعني في آخر في الحديث من كان في قلبه من خير. هذه الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم، اتفقوا على إخراجها. في رواية البخاري بدل كلمة من كان في قلبه من الخير أو من خير من إيمان. والإيمان أيضا يشمل الدين كله عند الإطلاق، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ما معنى قول عند الإطلاق؟ الإيمان يشمل الدين، يعني الإيمان يشمل الدين، ما معنى هذه الكلمة؟ الإيمان يشمل الدين كله، يعني أنه يشمل الإسلام والإحسان، عندما ذكرنا مراتب الدين الثلاث. فالإيمان إذا أطلق، إذا إنسان قال أعطي المؤمنين في هذا المسجد، فكل من دخل المسجد يريد أن يصلي يعطيه، عرفتم؟ لأنه الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان والإسلام، حتى لو كان بعض من دخل في هذا المسجد ليسوا يعني مؤمنين بقلوبهم، وإنما هم مسلمين وعندهم نفاق، وعندهم نفاق كما سيأتينا في هذا الأمر. فالمقصود أنه عند الإطلاق يشمل الدين كله،
وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس لما تكلم معهم. نعم. والإيمان أيضا يشمل الدين كله عند الإطلاق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. متفق عليه. وأما عند التفصيل فإنه يعرف بالأركان الستة التي لحديث عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ودليلها من القرآن قوله تعالى. دليل إيش؟ دليل أركان الإيمان من القرآن. شوف، هذه الآية جمعت خمسة أركان. ودليلها من القرآن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن سندخل في الكلام على أركان الإيمان وتفصيله. والعقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان. العقيدة الإسلامية هي الكلام على أركان الإيمان بتفاصيلها، فلا تكاد تجد إلا مسائل نادرة، ولكنها تجد أن لها مدخلا وسببا لإلحاقها في باب الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. والإيمان الركن الأول الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجوده تعالى، وأنه حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإيمان بالله توحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله توحيده بألوهيته، وهو إفراده عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة الصادرة من العبد ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والإله بمعنى المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن الإيمان بالله، قبل أن تتجاوز هذه الصفحة، الإيمان بالله هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الإيمان بالله عز وجل. من الإيمان بالله، يعني على سبيل التفصيل، الإيمان بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. فالإيمان يعني توحيده بالألوهية، توحيده بالربوبية، وتوحيده بالأسماء والصفات. العلماء فصلوا فيها، لماذا؟ لأنه وجد من يخالف في بعضها، فتجد كل نوع فيه مخالفين. فما معنى توحيد الألوهية أو توحيد الله بألوهيته؟ هو توحيده أو إفراده بأفعاله بالأفعال الصادرة من العبد، بالأفعال الصادرة من العبد. فالأفعال الصادرة من العبد مثل الصلاة والسجود والذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة، كل هذه أفعال تصدر من العبد. فحتى يكون الإنسان موحدا توحيد الألوهية، فيجب عليه أن لا يصرفها لما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يوحد الله تعالى بها. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله وإفراده بالعبادة بالأفعال الصادرة من العبد. وحتى لو قال مثل عندك هنا، قال: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، هو معناها العبادة الصادرة من العبد. بعكس
توحيد الربوبية، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو كالخلق والرزق والملك والتدبير وغيرها، هذه الأفعال هي أفعال الله سبحانه وتعالى، ثم سأذكر الفرق بعد ذلك. نعم. ومن الإيمان بالله توحيده بربوبيته، وذلك بالإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والله سبحانه لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال تعالى في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والسورة كلها دليل لتوحيد الربوبية. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومن الإيمان بالله توحيده بأسمائه وصفاته. يعني هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات. نعم. وذلك بالإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت مع عدم السؤال والبحث عن كيفيتها، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد كان المشركون الذين دعوا. نعم. الآن هنا سيتكلم المؤلف على الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم. يعني ممكن تكتب أنت بجوار يعني مذكرتك، تضع علامات كذا يعني بعض التعليقات المهمة، فتقول الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، هذا الفرق بينها. نعم. وقد كان المشركون الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فكانوا يعترفون بأن الله هو ربهم وخالقهم وكل شيء وخالق كل شيء، وأنه بيده ملكوت كل شيء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن يقرون بأن الله هو خالق، هو الخالق، هو خالقهم. نعم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن هذه الآيات تبين أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر جميع الأمور، يقرون بذلك ولا لا؟ هل إقرارهم بهذا أدخلهم في الدين؟ وإنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم مشركين وكفرهم، فإقرارهم بالربوبية لا يكفي. نعم. والإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم أن يوحدوه تعالى بالألوهية،
كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الآن في هذه الآية، في هذه الآيات في سورة البقرة، قالها الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أنواع الناس، أنواع الناس، فذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم بعد ذلك لما انتهى وصف المؤمنين ثم وصف الكافرين ثم وصف المنافقين قال هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخره. فهنا يستدل عليهم: ما دام أنكم تقرون بأن الله هو الذي خلقكم ورزقكم ودبر هذه الأشياء كلها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تجعلون لمن خلق هذه الأشياء تجعلون له ندا؟ والند هو الشبيه والنظير. فاحتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أنه يجب عليهم أو يستلزم ذلك أن يوحدوه توحيد الإلهية، فلا يصرف شيئا من عباداتهم لغيره سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بوحدانية الله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى، بحيث يكون تعلق العبد بالله جل وعلا رجاء وخوفا، ولا يتعلق بالمخلوق الضعيف في جلب نفع ولا دفع ضر، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. الآن تحقيق التوحيد يعني يثمر ثمرة عظيمة، وهي تحرير القلب من التعلق بمن سوى الله عز وجل، ولكن هذا عند من حقق التوحيد. فهل كل الناس على هذا المستوى؟ الآن لو وقفت في أعظم مجمع للمسلمين، يعني مثلا في عرفات يوجد يمكن 3 ملايين مسلم هناك، ثم قلت الذي يعتقد أن الله عز وجل لا يدبر الأمر ولا يرزق الناس فليتكلم، هل يتكلم أحد؟ لكن عندما تأتي إلى مسألة الآن اختلاف الناس وتخاصمهم وتدافعهم وتنافسهم على الأموال والأرزاق وغيره، تجد أنهم ما عندهم هذا التوكل على الله عز وجل الكامل، بل بعضهم يقول كلام يوحي يعني بشيء من 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 الاعتراض. مثلا عندما شخص يكون يبيع في مكان، ثم يأتي شخص آخر ويريد أن يبيع بجواره، وكلاهما مسلم مؤمن يعلم أن الله وحده هو رب كل شيء ومالكه وهو الرازق وحده لا شريك له، فتجد يخاصم يقول: أنت تأخذ الزبائن عني، أنت تقطع رزقي. هذا موجود، فهل هذا سيقطع رزقك؟ يعني هل تعتقد، هل في قلبك فعلا اعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الذي يرزق العباد، فيكون هذا المخلوق الضعيف هو الذي بيقطع رزقك؟ ومع ذلك هذا مثال بسيط وقصير على ما يحصل في من تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. فلو كان الإنسان عنده توحيد خالص وفعلا دائما يتذكر ويتأمل في أسماء الله وصفاته حتى ينمي الإيمان عنده، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. شوفوا لاحظ، هذا من أعظم الأسماء الحسنى، الحي، أن الله حي دائما حي،
الله دائما معنا. إن الله لا ينام في الحديث الصحيح، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو سبحانه وتعالى دائم الحياة ودائم القيومية، ويطلع على العباد وينظر إليهم ويسمع شكواهم. فإذا تحقق عند العبد هذا، وقد لخصته مثل هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى لو ذهبت إلى أمهر طبيب ثم أعطاك الدواء وشفيت، فهذا من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد لا تشفى بهذا الدواء، وقد يصيبك مرض آخر. ثم قال: وإن يردك بخير، هذا الضر لا يكشفه إلا الله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال: يصيب برحمته، يصيب به يعني الفضل، بفضله سبحانه يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. ولذلك كان من كمال التوحيد أنه ليس فقط العبد يسأل الرزق فقط والعافية من الله، لا، حتى يسأله في كل شؤون حياته، حتى العبادات. إذا أراد أن يعبد الله يستعين بالله على عبادته، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلن تتحقق لك العبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى لك. فلأجل هذه الكلمة، الجملة في سورة الفاتحة التي نكررها كل صلاة، ويقول العلماء هي يعني هي زبدة القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. ومع ذلك كثير من المسلمين للأسف يجهلون هذا المعنى العظيم. فيا أخوة، لازم أن نربي أنفسنا وأولادنا ومن حوالينا، وأن نتذاكر بذلك. ولا يقول الإنسان: الله هو الذي يرزق فقط، يقول كلمة وينتهي. لا، لابد تكون اعتقاد وعمل. فالله عز وجل يعينك على العبادة، ويعينك على التوحيد، ويعينك على التوكل، وكذلك هو يرزقك ويطعمك ويحفظك ويشفيك من الأمراض إلى آخره. نعم. الثانية: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بما عرف من توحيده بألوهيته. كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بما عرف من توحيده بألوهيته وربوبيته ومقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أنواع الشرك: وضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافي بالكلي ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. والشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله أنداد ندا يسويه برب العالمين في شيء من خصائصه، كأن يحبه كحب الله، أو يخشاه كخشية الله، أو يلتجئ إليه، أو يدعوه، أو يخافه، أو يرجوه، أو يتوكل عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه في الصحيحين. ويستوي في الخروج عن الإسلام بهذا الشرك المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. والشرك الأصغر هو يسير للرياء الداخل في تحسين العمل. هو يسير للرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله عز وجل لأجل مراءة الناس. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. نعم، يعني الشرك، يعني المثال على الشرك الأصغر هو الرياء، يسير الرياء. وما معنى يسير الرياء؟ يعني أن يكون أصل العمل هو لله سبحانه وتعالى، ولكنه يحسنه لأجل مراءة الناس. مثلا أن يقوم يصلي، فالصلاة أصلها لله سبحانه وتعالى، ولكنه حسنها وجعل فيها خشوع وهدوء وطمأنينة لأجل الناس، لأجل أنه يراه بعض الناس. فهذا العلماء يقولون يسير الرياء، لأن أصل الرياء لو إنسان أنشأ العمل لأجل الناس لأصبح شركا أكبر. وهذا بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما حذرهم من الشرك الأصغر فسألوا قال الرياء، قال الرياء. في رواية أخرى أنه قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومنه الرياء في كل الأعمال، حتى قراءة القرآن وفي الصدقة وفي غيره، يعني يحصل الرياء في كل الأعمال. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ تجدون العلماء يقول لا رياء ولا سمعة. ما الفرق بين الرياء وبين السمعة؟ ما لكم سكتتم رضوان؟ نعم، هذا الجواب أحسن. يعني الشيخ رضوان يقول يعني الرياء فيما يراه الناس، والسمعة قد يكون فيما يسمعهم، كان يقرأ بجاهر أو كذا. قد يكون هذا المعنى، لكن الذي يظهر والله أعلم، والذي يذكره العلماء كثيرا وما ذكره الشيخ ياسر، حول أنه يعمل العمل ولا يراه أحد، يصلي بالليل ولا أحد يراه يعني، ثم إذا أصبح قال يعني البارحة لما قمت أصلي وكذا، فأسمعهم ما لم يروا، أسمعهم من العمل ما لم يروه، أو يوحي لهم كأن يقول البارحة حصل كذا أو سمعت كذا. فهذا من يعني من الرياء. فالسمعة هي رياء، هي من الرياء يعني، وفيها خطأ يعني عظيم، والناس يعني يحصل منهم هذا. وأقل ما يكون، أقل ما يكون في الرياء لو الإنسان يقول والله أنا مخلص ولا قصدي إلا أني يعني أخبرهم أو أشجعهم على العمل الصالح أو شيء من هذا، يعني قد يقول الإنسان هذا. أقل ما فيه إنك عندما تخبر الناس إنه ينقص إخلاصك وينقص أجرك، وتذهب السريرة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يوصون يقولون اجعل بينك وبين الله عز وجل سريرة، يعني عمل لا يعلم به أحد حتى زوجتك وابنك وكذا، يعني عمل أنشأته وداومت عليه لله عز وجل، تريد أن الله عز وجل يحبك ويرحمك ويجازيك عليه أي عمل. فمثلا، وهذا تحصل عند المسلمين الآن، يعني يعتمر في رمضان، فلما يرجع يخبرهم أو يخرج رأسه أنه حلق رأسه، ثم يقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله معتمر، فلا يكتفي أن يخبرهم بالعمرة هذه، فيقول كل سنة في رمضان أنا أعتمر، فيكون يعني أخبرهم عن كل سنواته، قد يكون عمره 60 أو 50. فإن كان يعني قصدك في إنشاء العمرة من أولها إلى آخرها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ما تقوله مجرد كما تقول كلام أو شيء، فسينقص أجرك، فلا تنقص أجرك، واحفظ أعمالك واجعلها سرا بينك وبين الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم قصص كثيرة حول هذا الأمر، حول إخفاء العمل، حول سريته، حول عدم يعني حول عدم إظهار
العمل أو حتى الإيحاء به. فمثلا في صحيح مسلم روى حسين بن عبد الرحمن وهذا من التابعين قال أيكم رأى، قال كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا، أما إني لم أكن في الصلاة. لاحظ حتى ما يقال إن يعني صح، أنا رأيت الكوكب أما أني لم أكن في الصلاة، ولكني لدغت، يعني لدغتني حية أو عقرب أو يعني من الهوام. فقال له سعيد بن جبير فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت، يعني رقيت على نفسي. فقال ما حملك على ذلك؟ يعني مش دليلك؟ فجاء هذا الحديث العظيم. لاحظ هي قصة، هم جالسين في مجلس ويتذاكرون وكذا، فيريد أن يتذاكروا عن الكوكب أو النجم الذي سقط وهم يرونه، ثم جاء هذا الحديث العظيم. فقال حسين بن عبد الرحمن حديث حدثناه الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي، وهذا أيضا من التابعين. قال فما حدثكم؟ فذكر الحديث في الرقية. فالمقصود لاحظ هذا التابع الجليل عندما قال أما أني لم أكن في الصلاة، أنا رأيت الكوكب لكني لم أكن في الصلاة، لا تحسبون أني قائم أصلي. وقد يكون قائم أصلي يعني، ولكن يعني أراد أنه يعني يكون عمله هذا بينه وبين الله عز وجل. أنت الآن لم يقول هذا الكلام، ما تدري هو يصلي ولا ما يصلي، إذن فبقي العمل سرا. وحذيفة بن اليمان كان جالسا في 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 مجلس، فقال له التابعون يسألونه، فقالوا لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بذلك؟ غزوة ذات الرقاع وهي لها اسم آخر، وهي غزوة المريسيع، وهو ماء لبعض العرب. فقال رضي الله عنه قال لقد كنا يعني فقراء، فكنا حفاة ومشينا في الحر حتى تنقبت أقدامنا، يعني تجرحت، فأخذنا الرقاع وهي الخرق وربطناها على أقدامنا. فلما انتهى نطق بهذا الكلام، شوف سطر واحد، تذكر يقول فحزن وندم وسكت وقال ما لكم ولهذا الكلام؟ يعني لماذا تجبروني أو تسألوني فنسيت؟ فأخبرتكم بعملنا، لأننا نحن تعبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ونحن نريد وجه الله سبحانه وتعالى. فالآن لما أخبرتكم، وهو الآن يفسر لهم تفسير علمي، لما أخبرتكم يعني أشعر أنه نقص أجري، يعني لأني أخبرتكم بما بجهادنا وبعملنا وبما حصل معنا، يعني أصبح تفاصيل. هم يعلمون أنه جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر هذه الغزوة، لكن تفاصيل ما حصل هذا يعني كان يرى أنه ينبغي أن يكون بينه وبين الله عز وجل. فما أردت يعني البيانه هو أن يحذر الإنسان من الرياء، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أخوف ما يخاف على من؟ عليكم. هو قال أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب من؟ الصحابة، والصحابة هم سادات الأولياء، فأخوف ما يخاف على الصالحين الرياء أكثر من غيرهم، فليحذر الإنسان من ذلك. نعم، من الشركة. نعم تفضل. التورية يعني هو إذا أخبرت بخلاف الواقع فهذا كذب، لكن التورية يعني، لأنه عندما رأى الكوكب وهو يقظ لم يكن في الصلاة في وقتها، يمكن يكون يتوضأ ولا يعني ما يلزم أنه يعني الإنسان إذا أراد حتى مثلا غايب في عمرة ولا يريد أن يخبر الناس بالعمرة مثلا، ما يلزم أن يقول يكذب ويقول أنا كنت في البيت أو، لكن ممكن يقول والله أنا كنت غايب في سفر خاص ورجعت، يعني فما يحتاج أن يذكر التفاصيل. أنا على أي حال سنأخذ يعني بعض الأنواع الشرك الأصغر أو نؤجلها للدرس القادم، عندما قالوا من ذلك الحلف بغير الله، الحلف
بغير الله كالحلف بالنبي والأنداد إلى آخره، هذا نقف عليه ونؤجله للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا وإياكم أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.